صباح الخير، صباح التفاؤل والأمل والنشاط والطاقة الإيجابية. شوفولي على هالصباح ما أحلى. سبحان الله، يعني الطبيعة، الخضار، النباتات هنن أكتر شي بيعطي تفاؤل ونشاط، وهيك بيخلي الواحد يحب الحياة. طمنوني عنكم عائلتي الحلوة، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. أول شي حطولي لايك على الفيديو، لأنه اللايك كتير مهم، وتاني شي شاركوا الفيديو مع كل أصدقائكم حتى تكبر عائلتنا الحلوة بأسرع وقت إن شاء الله. طبعا اهلا وسهلا بكل حدا عم ينضم لعائلتنا كل يوم، جد انتو احلى وارقى عائله بكل اليوتيوب، الله يسعدكم يا رب. منقول بسم الله الرحمن الرحيم، به نبدا وبه نستعين. رح شارك اليوم معكم يعني روتيني، لشوف شو رح اعمل بيومي، كيف رح يكون ان شاء الله وانتو معي. امبارح بالليل جمال جاب لي هدول النباتات، قلنا تقريبا اسبوع اخذنا شقوفة الزرع لعند حدا مختص، يعني هو عنده مشتل وهيك، وصينا عليهم، هو يلي زبط لنا التراب وحط فيه انه كل شيء بيحتاجه، يعني من انه سماد اي شيء بيحتاجه النباتات. وامبارح بالليل وصلوا، جد يعني كيف بدي احكي لكم، اليوم فقت الصبح هيك، يعني بتعرف الواحد بيفيق بعيونه النوم وما بعرف شو، فتحت عيوني اول شيء طبعا بروح على المطبخ عشان اسوي قهوة لجمال قبل ما يروح على الشغل. فتحت باب المطبخ فشفت هيك النباتات قدامي، باللا شعور لقيت حالي انه صرت اضحك، هيك ابتسمت لشكلهم. جد بنصحكم انه تحطوا لو نبته وحده عندكم بالبيت، يعني اذا ما عندك مثلا برنده، ما عندك مكان مفتوح بالشباك، جيبي نبته داخليه، المهم نباتات بالبيت، يعني حياه تانيه. طبعا يعني مثل العادة الشمس دائما بتعكس وبتشارك الإضاءة كلها، بس بدي ورجيكم هاي النبتة، سبحان الله ريحتها بتجنن بنات، ريحتها مثل ريحة علكة شكلس إذا بتعرفوها أو علكة شعراوي، جد يعني أنا ما بصدق الريحة. هلا شوفوا لكم، أنا بالنسبة للنباتات يعني ما كتير بعرف، لأنه بالأسماء ولا بالأنواع ولا شيء، هلا ببلش إنه أكتشفهم وأجيب على بيت، مجرد ما نحط هيك إيدنا عليها بتصير ريحتها بتجنن، ريحة نعناع. إذا أنتم بتعرفوا هاي العلكة طبعا بتتذكروا، اللي عم يتابعني من سوريا اكتبوا لي بالتعليقات، سبحان الله ريحتها خرافية بكل معنى الكلمة، وحتى شكلها كمان حلو، شوفوا ما أحلاها. وهدول الريحانات كمان ريحتهم كتير حلوة، بس هيك لساتهم صغار، حطيتهم هون على الشباك، حبيت كتير شكلهم، بفتح الشباك من جوا بطلع الخضار قدامي. وهي المدادة كمان كتير حلوة ولونها بجنن وراقة كل شي فيها، سبحان الله شوفوا عم بتبلش تفتح، الصبح بتفتح وعند المساء الوردات بيسكروا، بجننوا سبحان الله، كتير حبيتها هاي. شوفوا كيف شكل وراقة، هلا يمكن هاي اسمها مدادة، هاي اسمها قال عرف الديك، يمكن هيك يعني، وهاي اسمها سجادة. شوفوا كمان ما احلى الوانها، بس الورق متوسخ يعني جاي عليه انه غبرة وهيك، وصلت جمال يجيب لي بخاخة مشان انه اغسله كله. وهدول الوردات يعني هدول كمان بيفتحوا بالنهار وبيسكروا بالليل، بس هي لساتها دبلانه، هو قالنا انه يعني لساتهم صغار، بس ان شاء الله شهر رح يبلشوا انه يشتغلوا ويفتحوا كلهم ويصيروا باذن الله. هلا هاي امبارحة ما كانوا فتحات، اليوم فتحوا هدول التنتين. كمان هاي شوفوا لي لون الوردات اللي فيها ما احلاهم، سبحان الله لونهم بجنن، انا هذا اللون المفضل عندي، شوفوا ما احلاه. هلا اجاني شيء جديد، يعني كل يوم بقعد هيك مع هالنباتات الصبح بمسح برتب. شوفوا والله مثلا هاي دبلانه لازم نشيلها، صارت صفرة، صارت صفرة بس لسه ريحتها بتجنن. هلا هاي ما عرفت شو اسمها، اكتبوا لي انتو بالتعليقات بتعرفوا شو اسمها، ونحن عم ندخلها فانه الاولاد انكسر معهم هيد، شد زعلت عليه. شوفوا هاي كمان هيك دبلين، هاي
وهاي الوردة كمان شوفوا أحلى لونة، بس من لما جاب لنا اياها هيك يعني تحسوها مايلة. قلت لها جمال يمكن لازم نجيب انه شي غصن او شي نحطه هيك جنبها مشان تضل واقفة. هلا رح ساوي كيكة بالليمون، بتجنن طعمتها وشكلها وكل شيء، ان شاء الله تنجح معي وان شاء الله اذا جربتوا الطريقة تعجبكم. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء عندي هون 5 حبات من البيض، رح اضيف عليهم ظرف فانيلا، وراح اضيف عليهم كمان برش ليمونه كامله، وراح احركهم مع بعضهم كتير منيح لحتى يصير لون البيض عاطي على بياض. اضيف عليهم 2 كاسات سكر، فيك تحطي كاسة يعني، هذا بيرجع حسب الرغبة، بس 2 كاسات رح يكون الحلاوة فيه انه خلينا نقول انه معادلة، يعني ما انه كتير حلو ولا انه كتير مثلا انه ما له طعمة، لا الطعمة هيك بتكون كتير منيحة. هلأ رح اضيف 1 كاسة زيت، معي هون 1 كاسة مي، رح اعصر عليها هاي الليمونة يلي برشتها، الليمون هون رح يعطيها طعم كتير حلو للكيك، طعم هيك انتعاش. طبعا هيك كيف يعني، انا بس انه كاسة المي تركتها شوي ناقصة كملتها بالليمونة، رح اضيفها احرك كتير منيح، بعدين اضيف 3.5 كاسات طحين، عليهم ظرف خميرة ورشة ملح. طبعا رح اكتب لكم العيارات كلها بصندوق الوصف ان شاء الله.
يا عيني على ريحة الليمون، أنا كتير بحب ريحة الليمون. هلا شوفوا، أنا ما استخدمت مثلا الليمون، عصرت شوي وبرشت للليمونة، فيلي بقي ما بكبه، لا هلا بجدي فيه الجليات، بتصير ريحة الجلي كتير حلوة. بما إنه أنا مثلا لا هون مستخدمة بيض، وبنفس الوقت بيعطي هيك لمعة للجلي الليمون مو طبيعية. أنا دائما بس أكون إنه يعني مستخدمة الليمون، مو مثلا ليمونة يعني ما فيها شيء، لا حرام إنه مستخدمتها، فالقشر بحتفظ فيه وبجلي فيه الجليات. مستحيل تشموا ريحة زنخة للجليات، وبتصير ريحة البيت كلها حلوة. شوفوا اللون كيف بلش يصير. هلأ رح أبلش أضيف الطحين، يفضل يعني إنه ننخله بيكون أحسن. كمان يفضل انه نضيفه على مراحل، لانه طبعا بيفرق يعني حسب نوع الطحين. وهيك صارت جاهزة معي. شوفوا كيف لازم يكون قوامها واللون. وانا اليوم ساويت الكيك بصينية كبيرة، لانه كان رح يجي لعندي ضيوف. طبعا انت لازم تنتبهي اذا كنت عم تساوي بقالب، فبيفرق معك العيارات. هاي العيارات بتساوي صينية كبيرة، وحطيته بالفرن لمدة نص ساعة على درجة حرارة وسط. طبعا بيفرق حسب نوع الفرن. وطبعا اهم شيء انه بعد ما نساوي اي شيء بالمطبخ، طبخ حلو اي شيء، انه نجلي الجليات اول باول. انا شو بعمل؟ اول شيء بنظف الجليات وبجليهم وش، وبنقعهم بشرايح الليمون لحتى ما يبقى فيهم اي روايح، يعني مثلا من بقايا الاكل، زنخه، اي شيء مستحيل يبقى فيهم. لما بجليهم اول وش وبنقعهم، وبرجع بعد 10 دقائق ربع ساعه بجليهم وش تاني، وبنظفهم كتير منيح وبنشفهم وبضبهم. بهي الطريقة مستحيل يصير عندك بالخزن ريحة مو حلوة للجلي، وبنفس الوقت بيصيروا الجليات عبيض وضوي. وطلع الكيك من الفرن وريحة البيت كلها صارت بتجنن منه. بصراحة أنا من عشاق الليمون، وهذا الكيك عجبني كثير. بنصحكم إنه تجربوه، طريقة سهلة سريعة بسيطة ومضمونة وناجحة 100% بإذن الله. جربوه على طريقتي وأكيد رح تعجبكم. ولا تنسوا إذا جربتوا تبعتولي الصور على حسابي بالإنستغرام، وكمان كتبولي رأيكم بالتعليقات. طبعا أنا بعد ما يستوي الكيك بحب إني أحطه تحت الشواية يعني ثواني بس، لحتى ياخذ لون ذهبي خفيف وبصير له قرمشه بسيطه، بيعطيه طعم ولا اطيب من هيك. وحتى كمان بحب اني اعطيه لون من تحت. طبعا الناس اذواق، يعني فيك تعمليه بالطريقه يلي انت بتحبيها. المهم انه انا اعطيتك وصفه ناجحه 100% باذن الله. عائلتي الحلوة، وصلت معكم لنهاية الفيديو لليوم، وبانتظار رأيكم بالتعليقات. ولا تنسوا توصلوا هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. سلامات.